استخدام كل الادوات الدبلوماسيه والعسكريه. الشعب المصري نزل الانتخابات دي علشان ينتخب الامن الوطني المصري ويعلن انه مصطفى في هذا المكان وفي هذا الموقع. الدلاله الرئيسيه في هذا الحشد مش تصويتي بس، لا، الدلاله هي انتخاب الامن الوطني المصري واعاده تجديد الثقه في القياده الوطنيه من اجل حمايه امننا في